ابو البراء، عمرك يا شيخ ما تخليش حد يقرب من هنا. ها حاضر، بكده الخطه تكون محكمه وهتنجح باذن الله. احنا بس محتاجين 40 عربيه و 140 مجاهد. بس ده عدد كبير قد لا نستطيع توفيره. الخطه تحتاج لهذا العدد. هذه الغزوه ليست كمثل غيرها من الغزوات، سنشارك فيها بانفسنا باذن الله، لن نكتفي بالتدريب. احنا هنصطاد الطاووس نفسه، وانت عارف هو محطوط لمكافاه قد ايه، ده غير اللي عمله في اخواتنا المجاهدين. باذن الله كل ما طلبتموه سيكون موجودا. المهم التدريب الجيد، ولو نجحتم في الغزوه دي سيكون لكم شأن عظيم. هيحصل إن شاء الله بإذن الله. بس إحنا عايزين قناص كويس. سيكون موجودا بأمر الله، وكل ما طلبتموه سيكون موجودا. والآن لنقرأ الفاتحة على رأس هذا الطاووس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ابني يلا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.